السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لكل مشاهد قناة الزيتون مرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن. أحبابنا أهلا وسهلا بكم جميعا. نحن في السوق الأسبوعي حد ولد عبدون بخريبكة اللي ما عرفوش كاين في المملكة المغربية. الخيرات تنوال الرجالية المغربية والناس مالين المدن الكبرى في المملكة المغربية. وكل مشاهد قناة الزيتون مرجان في المكان داخل الوطن او خارج الوطن فمن اهلا وسهلا بكم. هيا لا ترجعنا بنات ولاد اليوم ثلاثة في شهر 2023 خيرات تنبيهوا الجميع المشاهدين. الله يسر لك تلحق من وحده دوز من حدايا في المكان. شحال هاد الحم الراسه؟ 700 مخلط 700 ثمن زوين. واللي بغا وحده شحال؟ 60 درهم 12. وهاد القريه اللي زينه ومليحه 500 شحال؟ بغا 60 صافي غادي نحيد لك 100 درهم عند جات حاجه 2070. مرحبا بك الحاج. كيلو؟ كيلو زوين يجيو بوهذا. لا وما علاقة بالفلوس المطلوبة. شحال بعتي كبدة والقلب؟ كبدة والقلب 2600 غادي نتفاينوا من عدد الحاج. والشي مخلط؟ الشي مخلط 60 درهم. هاد الخيرات في حد ولد عبدون تجيب السلعة مليحة تجيب السلعة مليحة تنوريوها لجميع المشاهدين. وهاد التمرات تو العجل هادو تو هادوك 60 درهم كيلو. هاد ديال التمرات هاد العجل الهبرة تدخل بين الرجلة والرجلة. في تكون هذا عبد الغني تبقى عنده حاجه مليحه ما عندي ملك في المليح اللي عنده ولا في التقليه ولا في الكبده ولا في الشيء. مرحبا مرحبا ياك انت بخير ناشط. مرحبا بسيدي الله يسترك الله يحفظك. وشحال هذاك الكبده سي عبد الغني؟ وشحال عبرتي لهذا؟ 2600. عندو حاجة زوينة عندو حاجة زوينة فعلا كما تشوفوا معنا ديما تيكون عندو حاجة رفيعة ممتازة لا ما لا والو. الكاليتي تاع الكبدة هنا في حد ولاد عبدون بخريبكة. وهاد القرية بشحال بعتيها؟ كل شيء 500 درهم. وهاد الشيء مخلط بشحال تبيع فيه؟ 12 درهم. والقرية بشحال قلتي لي؟ 500 درهم. ماشي 400؟ اليوم كاين الغلا، شحال واحد الشكالي ديال من الغلا كاين اليوم. وهذا اللحم الراس شحال داير؟ اللحم الراس 100 درهم. مخلط؟ مخلط. واللي بغاه وحده؟ 18 درهم. شحال؟ 18. إوا تا فيه. هما قالوا لنا 60 درهم وجات له. ها؟ عارف 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 حاجة مليحة ولا ما لا والو. وهذاك الشيء زين وانت راجل زين. هاد الخيرات تنوريوها لجميع المشاهدين قناة الزيتون. شكون زين راسي باقي؟ بغا تو يمشي قالك بغا يمشي تو ديه معاكم لفرنسا. هذا من المشاهدين تاعنا في الجاليه المغربيه. مرحبا بسياس ديال بولونيا بزاف. مرحبا ايطاليا ايطاليا ايطاليا. مرحبا خوتي محمد النقلي. مرحبا بسياد نحيو الحباب تاع السيد كبار وصغار اهلا بهم جميعا في قناه الزيتون. شكرا شكرا لك. مرحبا السلام عليكم. تبارك الله عليك. هذا سعيد ويونس هنايا الناس بخيرين كما تشوفوا راجل نقي وراجل زين تنوريوها جميع المشاهدين قناه الزيتون مرجان. اهلا سي عبد الغني. هذا عبد الغني راجل ضرافات راجل زين في النقاب ما تيخسرش وراجل اللي كاينه يقولها فراشمه. كلامك صحيح والناس كتأيدك كيتحداو من عندي وكما يقدر راه كنثيقوا بالسي الزيتوني راه كيقول المعقول. ما كاينش مزاح والله الا عرفت. ما كاينش كاين كنقولوا معلم. بطبيعة الحال تبارك الله على السي عبد الغني وسلم لي على يونس بزاف. سفيان 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 ياك انت بخير ناشط؟ اكيد تشوفوا هذا الحم. لا عارف 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 صاحبي كل حد هذا كل حد ضروري. مرحبا مرحبا. هذا الحم الحال كل سنه والعقده مليح
وشحال هاد الخيرات راه راجل فيه النيه وراجل معقول ما فيه لا مزاح لا والو. محيد عندنا شي حاجه احنا عمرني كذبت عليك ما عندي ما نقول كلامك حق وكلام هذا اللي كاين. عارف اش كاين سي عبد الغني مليح كاينه مويا هانا واللي بغى وحده شحال 60 درهم 60 درهم واخا واخا مرحبا ما عندي ما نقول في المليح والزيد مرحبا وهاد القانون شحال غتبيع؟ كرشا 500 درهم ولا 400 وستو فيا اليوم شويه السلعه غاليه ويني راك عارف كي غاليه كي رخيصه ما عندي حساب فهمتي حتى عندي حساب انا راك عارف واللي بغا واحد شحال غتدخل هذا 700 درهم 600 700 600 700 راك عارفني انا ما تيخسرش ما تيخسرش حتى واحد عارف ما يخسر وهذا الشيء عندك هنا شي مخلط 12 مية وركبته والقلب شحال 2400 تبارك الله على عبد الغني صافي الله يجيب لك التيسير اللهم امين بوجوه ياك بخير شحال يا يونس هذا؟ الثمن زوين واللي بغا واحد شحال؟ 700 ماشي 600؟ لا 700 درهم وهاد اللحم الراس عقده ولسان و لحم راس 800 لحم من الحلق 800 800 واللي بغا وحده شحال؟ 55 درهم وهاد الشيء شحال هذا؟ 60 درهم والكبده والقلب شحال غتبيع هادشي؟ 2400 الثمن عندك مزيان يا يونس اه وفي السواق اخرى تبيعوا لحم الراس ب 1000 ريال مخلط 900 واو ما نقدرش نقول انا تنكون في جمعة كيسر وهذاك اه هذوك معلمية انتم ما معلمية كيفاش معلمية انتم بواش لا والو والله هذوك معلمية هذو ولاد المعلمية ولاد المعلمية اسمع حدا سب هذاك قال لك صح ياك تهلايتي فيه بعد صاحبنا عندك خويا السمية هذا راه عنده الحانوت في مدينة أخرى يبغى يونس اش من بلاصة عندك الحانوت؟ محمد صدقي شارع محمد صدقي هذا يونس راه تيكون عنده الشي والتقلية ولحم الراس في مدينة خريبكة في مدينة خريبكة تنحيو جميع المشاهدين سعيد تبقى راجل نقي وراجل زين هنا في حد ولاد عبدون بخريبكة كما تشوفوا هاد الخيرات تنوروها لجميع المشاهدين قناة الزيتون المرجان في المكان أهلا بكم جميعا تبارك الله على السي سعيد النهار زين وشحال الخيرات اليوم؟ كبدة 2400 كبدة والقلب السايك واللي بغى الشي مخلط والشي تاع هنا شحال؟ 1600 وهاد القرية شحال السي سعيد؟ 20 درهم واللي بغى وحدها؟ ماشي 600 السلعة شوية بدات تطلع الحال بدا يبرد الحال بدا يبرد وهذا اللحم الراس بشحال فيه 40 درهم 40 درهم مخلط واللي بغا وحده شحال سلام اهلا وسهلا كي داير مرحبا بسيدي مرحبا ياك بخير ناشط لحم الراس شحال اليوم؟ ماشي 700 800 والمليح واللي بغا وحده شحال؟ 60 درهم وهاد التقلية بشحال تبيعو؟ 400 واللي بغا وحده شحال؟ 700 وهذاك الكبدة والقلب 2600 بزاف شت كاين الملي كاين الملي والشي بشحال تبيع فيه تا باينه باينه الكبده مليحه باينه شي 70 درهم واللي بغا شويه تولد سيسو الكبده شحال 2200 هي هي سي بغات ما عندي ما نقول والله لا راجل زين انا تنعرفك راجل زين ما عندي ما نقول وعندك حاجه زوينه صغيره وزوينه زيد فلوس ما تشد الفلوس مرحبا سي معزه مرحبا